شارك وزير النقل هشام عرفات في فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2018 الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي والاتحاد العالمي للمواصلات العامة تحت شعار الريادة في إسعاد المتعاملين بمشاركة عالمية واسعة. وخلال كلمته أكد عرفات أن مصر تشهد خلال السنوات الأخيرة جهودا غير مسبوقة لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية مستدامة.